النهارده رئيس الوزراء كان عامل اجتماع مع الدكتور شاكر وعدد من المسؤولين عن موضوع الكهرباء وعليهم فلوس وزاره الكهرباء لازم يسددوها عشان الكهرباء تشتغل وشركاتها تشتغل، وكمان مواجهه سرقات الكهرباء. ايه اللي بيتم في الملف ده؟ الموضوع ده يا فندم يعني بيحظى باهميه كبيره لدى السيد رئيس مجلس الوزراء، واجتماع اليوم كان جاء في اطار متابعه زياده الموارد الخاصه بوزاره الكهرباء بالنسبه لجهود كما ذكرت حضرتك مواجهه سرقات الكهرباء بتتم على قدم وساق من جانب وزاره الكهرباء والشركه القابضه للكهرباء والاجهزه الرقابيه. الدوله ايضا بتسعى كما ذكرت لزياده موارد مرفق الكهرباء او الشركه القابضه للكهرباء من اجل العمل على زياده مواردها، وبالتالي ان شاء الله كما اعلن السيد رئيس مجلس الوزراء سيتم الغاء تخفيف الاحمال بنهايه العام الجاري ان شاء الله. وبالتالي اجتماع اليوم كان بيأتي في إطار متابعة الجهود التي تتم في هذا الصدد على كافة المستويات ومن قبل كافة الجهات المعنية. فيما يتعلق أيضا التخفيف وكده؟ فيما يتعلق بمتابعة تعاونها مع مرفق مع وزارة الكهرباء، فيما يتعلق بتعاونها مع وزارة الكهرباء لتوفير الموارد اللازمة و ايضا تسديد كافه المستحقات الخاصه بوزاره الكهرباء لدى الجهات المختلفه في الدوله. هل جرى حديث النهارده حوالين تخفيف يعني عدم تخفيف الاحمال خلال اجازه العيد؟ هل حصل كلام ولا لا؟ يعني هذا الامر لم يتم دراسته خلال اجتماع اليوم، ولكن ان شاء الله لو في اي تطور جديد في هذا الامر سيتم اعلانه على الفور. بشكرك شكرا جزيلا مستشار محمد الحمصان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وكل التحية لحضرتك.